أعزائي المشاهدين، بحيي حضراتكم وأهلا بيكم، وهذا اللقاء الجديد في رحاب الجميع. أعزائي المشاهدين، بحيي حضراتكم وأهلا بيكم، وهذا اللقاء الجديد في رحاب الجامعة. بيسعدنا أن نلتقي مع الأستاذ الدكتور ناصر محمد، أستاذ المنازلات والرياضات المائية بكلية التربية بجامعة كلية التربية الرياضية جامعة أسوان. دكتور ناصر، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذ خالد، وأهلا بفريق العمل، وأهلا بالقناة التامنة اللي دائما وأبدا بتقدم كامل الدعم لجامعة أسوان وكلية التربية الرياضية. كلية التربية الرياضية واحدة طبعا من الكليات المهمة جدا، ودائما يعني ما يقال ان الجامعة المش محظوظة بيبقاش فيها تربية رياضية، فبالتالي هي طبعا اللي بتشيل كل العبء الخاص بالأنشطة التي تقدم في كل الجامعات المصرية. اديني فكرة بشكل اكبر دكتور ناصر عن كلية التربية الرياضية في جامعة أسوان، وخاصة ان النهاردة يعني لها عدد من السنوات. هو يعني وحضرتك بتقول كده انا استحضرتني مقولة شهيرة للدكتور ايمن عثمان معالي رئيس جامعة أسوان، فدايما بيقول كلية التربية الرياضية هي فاكهة الجامعة. الجامعة اللي ما فيهاش كلية التربية الرياضية هي جامعة مواردها قليلة وجامعة فقيرة في الأنشطة بتاعتها. واحنا دلوقتي تقريبا يعني معظم الجامعات المصرية فيها كليات تربية رياضية تقريبا ما عدا جامعتين أو ثلاثة، لكن بقية الكليات فيها كلية التربية الرياضية. احنا يعني لنا الحظ ان احنا اسسنا الكلية تحت قيادة الدكتور عبد الرحمن عبد الباسط مدني، عميد الكلية الاسبق ومؤسس كلية التربية الرياضية. الكلام ده كان سنة 2014، ودلوقتي تقريبا خرجنا اكتر من حوالي 7-8 دفع. يعني اول دفعة اتخرجت في 18، يعني حوالي 5 دفع اتخرجوا. بنخدم القطاع الرياضي وقطاع الأنشطة الرياضية في محافظة أسوان. تقريبا الدفع عندنا ما بتقلش عن 300 كل سنة، يعني خرجنا حوالي أكتر من 2000 أو 2500 طالب على مدار الأربع خمس سنوات دول. احنا لما جينا في أسوان كان في يعني فقر تام في قصة الأنشطة الرياضية والخريجين أو خريجين التربية الرياضية. طبعا كان في خريجين بيروحوا في جامعات تانية، كانت اقربهم جامعة اسيوط، وبعد كده سوهاج فتحت، وبعد كده جنوب الوادي فتح، فكان برضو في مسافة وفي مشقة، وده كان بيأثر على عدد الناس اللي بتدرس تربية رياضية في محافظة اسوان. لما اتفتحت الكلية زاد عدد الدارسين وزاد عدد ابناء محافظة اسوان اللي بيدرسوا تربية رياضية، ومعروف ان تربية رياضية من الكليات اسوان والاقصر يعني احنا بيجي لنا اكتر من اسوان. الاقصر بيبقى اقرب ليها جامعة فئنة، لكن احنا بيجي لنا اكتر من اسوان، والحمد لله قدرنا نغطي يعني نقص كبير في عدد مدرسين التربية الرياضية، في عدد المدربين، في عدد الاداريين، في عدد المعدين النفسيين. كل ده الحمد لله في الفترة البسيطة اللي فاتت دي قدرنا نغطيه. والكلية من الكليات اللي عليها اقبال شديد جدا بين كليات الجامعة، وبيكون لها اختبارات زي ما حضرتك عارف، وحضرتك اكتر من مرة غطيت الاختبارات، بيكون فيه اقبال شديد لانه من الكليات اللي لها فرص عمل يعني مش هنقول مضمونة، هنقول شبه مضمونة، حتى لو مش في القطاع العام في القطاع الخاص. احنا الطلبة عندنا بيشتغلوا هم لسه طلبة في الكلية، مجرد بس ان هو بياخد معاك كارنيه تربية رياضية في سنة اولى يقدر يشتغل في اي مكان، سواء على حمام سباحة، سواء في نادي صحي، سواء في فندق، سواء في نادي، بكل مجال شغل وبكل مجال عمل. يعني طيب، عدد البنات اكبر في التربيه الرياضيه في اسوان ولا البنين، ولا في نسب متساويه بين البنات والبنين، خاصه ان مساله الاقبال على كليه التربيه الرياضيه مساله طبعا ممكن تبقى موجوده عند الشباب البنات والولاد؟ يعني لا، هو يعني الثقافه طبعا احنا برضو كشان في محافظه اسوان ومحافظه ليها يعني تقاليدها وعاداتها، فلسه الثقافه انه البنت ما تخشش تربيه رياضيه عشان مجال الانشطه. يعني تقريبا احنا تلت الدفعة بنات والتلتين اولاد، في حين في كليات تانية مثلا زي خدمة اجتماعية واداء بتلاقي الاكبر وتربية النسبة الاكبر بنات والنسبة الاقل اولاد. لكن هنا لسه لحد دلوقتي برضو الناس بتتأثر بفكرة انه البنت والجري والتنطيط وحمام السباحة والجمباز، وانه ما ينفعش، وانه لكن الموضوع بيزداد. يعني احنا بدأنا ب70-80 بنت، دلوقتي وصلنا حوالي 150. يعني كل شويه طبعا حضرتك عارف ان الدنيا بتتطور والدنيا بتتغير والامور بتمشي للاحسن. يعني طيب انا بشوف دايما يعني الطلبه كلهم لابسين التريننج سوت، يعني ده زي الرسمي للكليه؟
يعني من اهم القواعد اللي احنا بنزرعها في الطالب من صغره او من اول ما يخش الكليه هي الانضباط والالتزام. ومن اهم مظاهر الالتزام والانضباط هو ارتداء زي موحد لكل فرقه. يعني هتلاقي فرقه اولى غير تانية غير تالتة غير رابعه، ما بيخشش الكليه ولا بيخش المحاضرات غير بالزي الرسمي بتاعه، وملتزم بالقواعد وبالاعراف الجمعيه من حيث الشعر ومن حيث الدقن والنظافه الشخصيه. ينسى البنطلون والقميص. فيش الكلام ده، ما عندناش الكلام ده. طول ما في محاضرات عمليه لازم يلتزم بحضور بالزي الرياضي. لما بيكون في محاضرات نظريه احنا بيبقى عندنا يوم نظري طبعا بنسمح له بقى عشان يحس ان هو زيه زي بقيه الناس اللي موجوده في الجامعه يعني. لا طبعا مع الوقت الناس بتتضايق، يعني في الاول طلبه سنه اولى بيبقوا فرحانين ومبسوطين بالتريننج سوت ومميزين وبتاع، بعد شويه بقى بيبداوا يملوا، يعني كله تريننج وهو نفس الطقم بيلبسه كل يوم. فطبعا احنا واحنا طلبه اتاثرنا بالكلام ده، فكنا ما بنصدق يسمحوا لنا ان احنا نلبس يعني لبس عادي زي الطلبه العاديين وبنتبسط يعني بيه. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: بحب المساكين، وأن أدنو منهم، وأن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أصل رحمي وإن جفاني، وأن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن أتكلم بمر الحق، ولا تأخذني في الله لومة لائم، وألا أسأل الناس شيئا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأقسام المختلفة الموجودة في كلية التربية الرياضية، هل الطالب في الأندر هو بيتخرج بيبقى متخصص في 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 يعني جانب معين، ولا بيبقى يعني شعبة عامة، ولا إيه؟ هو يعني الموضوع ده بيختلف من جامعة لجامعة، الكلية لكلية. أنت عارف إن كل كلية ليها لائحة مختلفة عن الكلية اللي جنبها وفقا للائحة اللي تم إعدادها. يعني في كليات بيبدأ التخصص فيها من سنة أولى، في كليات بيبدأ التخصص فيها من سنة تالتة، في كليات بتبقى بالقسم، في كليات بتبقى باللعبة. فاحنا هنا لما عملنا اللائحة الجديدة، اللائحة اللي احنا شغالين فيها دلوقتي، كان التخصص فيها في سنة رابعة، والطالب بيختار 2 لعبة فردية ولعبة جماعية. مع الوقت حسينا ان الموضوع ده فيه يعني اسقال على الطالب وان احنا بنزود عليه، فبدأنا نشيل لعبة فردية وبقى لعبة فردية ولعبة جماعية. يعني الطالب هو خريج بكالوريوس التربية الرياضية شعبة عامة، لعبة أولى كذا أو لعبة فردية كذا ولعبة جماعية كذا. في حين أن في كليات تانية لا، بيكون التخصص بالقسم، قسم علم نفس، قسم ترويح، قسم إدارة، قسم تدريب. فده موجود في كليات تانية، لكن الحاصل دلوقتي أنه في لائحة موحدة بيتم إعدادها، لائحة ساعات معتمدة، لأنه طبعا في توجيهات من معالي الوزير أنه تغيير نظام الدراسة في كل الجامعات المصرية، طبعا وفقا لتعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه وفقا لنظام الدراسه يتم تغيير نظام الدراسه القديم اللي نظام الساعات المعتمده، بدل ما الطالب ياخد الكليه في 4 سنين لا، يقدر ياخدها في 3 سنين. بدل احنا بندور على المخرجات، يعني هو تقريبا تم تطبيقه في كافه القطاعات في الجامعات المصريه، ولكن يتبقى قطاع التربيه الرياضيه، لانه هو شويه يعني في شويه يعني، لان كل كليه زي ما قلت لك عامله لائحه مختلفه عن الثانيه، وحسب طبيعه كل كليه. احنا مثلا عندنا هنا العاب مش موجوده في كليات تانية، في كليات تانية عندها العاب مش موجوده عندنا، زي الدراجات، زي الغوص، زي الكياك، زي الغطس، يعني في حاجات كده خلافيه، زي كمال الاجسام، زي رفع الاثقال، مش كل الكليات فيها نفس الالعاب دي، يعني دي هتبقى موجوده هنا. لكن في الطريق انه يتعمل او بيتعمل حالا دلوقتي لائحه موحده لكل الكليات تبقى زي بعض، 5 برامج مش هنطلع براهم، دول هيكونوا 5 برامج، اعتقد يعني ان هم هيكونوا 5 برامج مجانيه، وبعد كده هيتعمل برامج بفلوس بقى، برامج مميزه وفقا لكل كليه حسب امكانياتها وقدراتها وحسب ما رغبتها في تنميه مواردها يعني. لكن الجديد انه الناس كلها هتكون على خط واحد يعني. طيب وشكل الامتحان بيبقى بابل شيت ولا بيبقى شكله ازاي؟ لا احنا دلوقتي موضوع الامتحان ده طبعا احنا غيرنا فيه تماما وخلاص، حتى النظام اللي هو الورقي كمان بدا يقلب. احنا عندنا هنا مركز اختبارات في جامعه اسوان، يعني انا بشرف بالمشاركه في ادارته مع الدكتور محمد عيد مدير مركز المعلومات. خلاص احنا كله بيتقلب دلوقتي، من مش بابل شيت كمان، احنا كله هيبقى على جهاز الحاسب الالي. الطالب بيقعد الامتحان بيظهر له، بيخش يجاوب، بعد ما بيدوس انهاء الامتحان نتيجه الامتحان بتطلع على طول، وبتطلع على نظام اخراج النتائج، والنتيجه بتطلع خلاص. يعني هو طبعا الاسئله المقاليه موجوده طبعا، مش هنقدر نلغيها، بس بيتم يعني الحد منها، بيتم تقليلها، وبقت نظام الاسئله ونظام بنوك الاسئله اخذ شكل تاني بنقدر نقيس منه الفهم للطالب وليس الحفظ، وده بيحسن من جودة المنتج اللي طالب.
ان انا اكيد حضرتك شفت، يعني حضرتك استاذنا طبعا وحضرتك في معهد الدراسات الافريقيه، وبتشوف يعني الفرق بين الاستاذ اللي حافظ واللي بيقول من كتاب والاستاذ اللي فاهم ومدرك وقد ايه هو بيوصل المعلومه بسرعه. وده اللي احنا عايزينه، احنا في الاخر انا عايز المنتج في الاخر في اي نشاط، انا عايز حد يكون بارع. يعني الغير بارعين او الغير مميزين، انا دلوقتي في العصر وفي النهضه الحديثه اللي احنا فيها، انا عايز خريج بارع في كل تخصص، خريج يكون بيحب التخصص اللي هو شغال فيه، خريج يكون شاطر او بيحاول يبقى شاطر في التخصص اللي هو فيه. عندك تجربة مهمة جدا اشتغلت عليها، وهي فكرة يعني احنا جرت العادة ان نعرف ان استاذ الجامعة او المدرس في الجامعة الحاصل على الدكتوراه انه يبدأ يعمل ابحاثه للترقية، استاذ مساعد الى استاذ الى اخره يعني. لكن انت خدت خطوة تاني في سكة تاني، يعني عايزين نعرف تفاصيلها. لا يعني انا يعني مرتبط، تعرفت منين الكلام ده الاول؟ ده مرتبط بالكلام اللي انا بقوله لحضرتك. يعني استاذ في قسم المنازلات والرياضات المائيه، لكن انا عندي ميول من صغري يعني لقسم علم النفس والصحه النفسيه. فدرست في كليه الاداب قسم علم النفس، وبعد كده اكملت في الاندر، وبعد كده اكملت دراستي في، اخذت دبلومات في الصحه النفسيه وماجستير، وحاليا انا مسجل لدرجه يعني دكتوراه في الصحه النفسيه في كليه التربيه. ده اللي انا بقول لحضرتك عليه. انت بتحب، طب انت راجل في تخصص تاني بس انت حابب الموضوع ده، تعمل ايه بقى؟ تشطر، خليك شاطر فيه عشان لما تشتغل فيه، لما يتاح لك الفرصه. والله دي تجربه مهمه، يعني يبقى استاذ في الجامعه ومع ذلك يقدم في كليه الاداب في قسم علم النفس ويدرس 4 سنين ويعمل دبلومه ولا دبلومتين وبعدين يكمل ماجستير، ما ده مشوار برضه هو مهم. هو مشوار طبعا، والحمد لله يعني انا بذلت فيه جهد يعني ربنا عني، لكن هو في الاخر عشان انت تبقى مميز في الحته اللي انت نفسك تشتغل فيها. وهو ده اللي احنا بندور عليه، انه كل الناس، وده فكر يعني فكر يعني ده فكر فخامه الرئيس، وده فكر يعني الوزير العلوم كمان اكيد طبعا. في الاخر يعني كل معلومه عينك بتيجي عليها، كل كتاب انت بتقراه، كل فيلم انت بتشوفه، كل حديث انت بتحضره، ده بيزود من مهاراتك وبيزود من قدرتك على التعبير ومن قدرتك على الشرح ومن قدرتك على توصيل المعلومه. وهو ده الهدف الأساسي من أستاذ الجامعة، من يعني مش هقول لك من أستاذ الجامعة بس، من كل الناس. حضرتك إعلامي، حضرتك مخرج، حضرتك فني في معمل. يعني هقول لسعادتك على حاجة، أنت مش ساعات تروح لطبيب تكشف عنده فيقوم يشرح لك المرض وجه إزاي وإيه اللي حصل وإيه اللي تم ونعمل إيه، وتلاقي كده يعني أمي ويعني والناس الكبيرة دي في السن طالعين يقول لك والله ده الدكتور ده 10/10، ده فهمني، ده عرفني. وأنت نفسك، أنت حتى الراجل المتعلم اللي حصل على الدكتوراه بتبقى طالع وأنت نفسيا مرتاح، وهذا قدر يعني من الراحة النفسية بيساعد حتى على العلاج. في حين إن أنت تخش عند الدكتور تاني بيكلمك بلغة غير مفهومة، بيكلمك انت مش عارف ايه السبب ولا حتى عارف العلاج، انت بس ايه، انت آلة هتاخد الأدوية، بتخش مكتئب عند الدكتور بتطلع اكثر اكتئابا. ده ليه ده سببه ايه؟ انه ده راجل مطلع، ده راجل دارس كويس، ده راجل فاهم كويس، ده راجل وصل لمخرجات او لمجموعه مخرجات تقدر تساعد في تحقيق الهدف. وده مرتبط بالصحه النفسيه، في كيفيه كمان يعني هاو تو ديل ويز مع الناس، انك انت تتعاملهم بشكل جيد. طبعا 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 يعني. وانا يعني انا بحكم يعني خبرتي البسيطه جدا في مجال الصحه النفسيه، هي مجال اساسي تعتمد عليه كل العلوم. ده صحيح. حضرتك جاي مبسوط او جاي مرتاح او جاي وانت راضي، هتعمل حلقة أكثر من رائعة كالعادة. يعني ما بنتفرج على حلقات سعادتك، يعني حضرتك مش مبسوط ومتضايق، صحيح بيبان. ومهما كنت أنت، مهما كنت أنت عندك القدرة على السيطرة على مشاعرك وعلى تصرفاتك، إلا أنه في الآخر بيبان وبيظهر أنه حضرتك متأثر باللي أنت فيه.
عدد الطلبة الكبير ما شاء الله، يعني نقدر نقول بنسبة كم في المية رغبة لدخول تربية رياضية، وكم في المية يعني طبقا لقرار التنسيق؟ وصحيح لازم يجي يعمل اختبار قدرات، انا عارف بارادته الاول يعني. لا احنا بيجي لنا اعداد كبيره جدا، يعني احنا بيجي لنا 1000 طالب مثلا، 1100 طالب، 700 طالب حسب كل سنه يعني. فهو الاعداد اللي بتيجي كتير، بس هو احنا برضو احنا هنا في تربيه رياضيه اسوان عندنا مشكله، لانه لسه الامكانيات ولسه الملاعب ما اكتملتش، ولسه حمام السباحه لسه ما اكتملش، فاحنا برضو بنطلب عدد يعني، بنحد من الاعداد يعني، بنحاول طول الوقت ما بنزيدش عن عدد معين. فبيتقدم 700 800 الف، لا احنا مثلا ممكن ناخد 300 350 250، لانه احنا لسه المنشات. لكن في كليات تانية كبيره زي جامعه اسيوط وزي جامعه المنيا وزي جامعه بني سويف، اعداد الفرقه بتخش في ال 3000 طالب. وبعدين برضو يعني محافظه اسوان تعدادها حوالي 1000000 تقريبا على ما اعتقد يعني. محافظه زي محافظه المنيا او محافظه اسيوط او عاده 7 8 مليون. فبرضه هو الموضوع فيه نسبه وتناسب. احنا جامعه اسوان كلها خمسه من تقريبا حوالي 35000 طالب. في جامعات تانية معديه 100000 طالب. فهو لما هتيجي تنسب الموضوع ما بين الكليات وما بين الجامعات وبعضها، لا احنا في مكان كويس جدا يعني، احنا في مكان كويس بين الجامعات وفقا للامكانيات اللي عندنا، لانه احنا يعني في مجال الانشاء احنا عندنا حمام سباحه اولمبي بيتعمل، واصل تكلفته لحد دلوقتي هقول لك رقم هتتخض منه، يعني داخل في 300 مليون جنيه، يعني احدث حمام سباحه على مستوى الصعيد كله بيتعمل. عندنا مجموعه ملاعب بيتم انشائها، عندنا مبنى، يعني عندنا حاجات كتير، لانه كليه التربيه الرياضيه للناس ما تعرفش هي اغلى كليه في الجامعه. هي اغلى كليه في الجامعه بمعنى من حيث المنشآت. انا عشان اقدر مكلفها جدا، انا عشان اقدر اطلع خريج فعلا تم اعداده بشكل محترم لازم يتعلم ويتمرن في منشآت كامله. وده اللي احنا بنحاول بنستعيد عنه، بان احنا بنروح اماكن بره زي استاد اسوان، زي نادي اسوان، زي بعض الانديه المختلفه، بنحاول نعوض النقص عشان برضو ده ما ياثرش على جوده الخريج اللي طالع من عندنا. والله ده كله كلام عظيم. انا يعني عايز برضو اسال حضرتك عن فكره المناشط الرياضيه المختلفه، يعني هناك تجارب رائعه جدا في دول شقيقه جنبنا وموجوده في الشوارع ويمكن فور فري كمان. ليه التربيه الرياضيه صحيح طبعا عشان تتبنى ده بشكل طبعا لوحدها بشكل مستقل مساله صعبه، لازم يبقى فيها طبعا تعاون مع الجهات المعنيه ومع صناع القرار في اسوان. هل بتفكروا في تجربه زي دي؟ طبعا استاذ الدكتور عادل مكي طبعا احنا بنوجه له خالص التحيه والتقدير على مجهوده الاكثر من الرائع في كليه التربيه الرياضيه وفي جامعه اسوان وفي محافظه اسوان. يعني الراجل ده للامانه عامل شغل عالي جدا وشغل محترم جدا، وشغل حط كليه التربيه الرياضيه على الطريق الصحيح وحط جامعه اسوان على الطريق الصحيح في المجال الرياضي. وقبل ما اتكلم معاك على المناشط، انا عايز يعني اقول لحضرتك واقول للاستاذ، من ضمن الأنشطة الأساسية بتاعتنا ومن ضمن متطلبات التخرج هي حضور الطلاب المعسكرات الرياضية. فإحنا دلوقتي إحنا بننفذ بقى لنا أسبوع، هو ده اليوم الرابع تقريبا، معسكر لخريجي لطلاب الفرقة الرابعة اللي هم خلاص بعد كم شهر هيبقوا خريجين. المعسكر ده بنعلمهم إيه؟ بنعلمهم فيه، أو إحنا هم كده كده أوريدي بيبقوا متعلمين الكلام، لكن بنأكد بقى على المخرجات، بنخليك تدير، بنشوفك انت كقائد، بنوجهك، بنعلمك الأنشطة اللي انت ممكن تستخدمها لو رحت، لو انت في مدرسة او انت في نادي او انت في فريق، ازاي تقدر تعمل معسكر، ازاي تعمل أنشطة خلاء، ازاي تعمل جوالة، ازاي تعمل شغل كشافة، ازاي تعمل خدمة عامة. بديك بعض المهارات وبعض الدورات على هامش المعسكر عشان ارفع من الكفاءة بتاعتك. كل ده بقى بيوصلنا لفين؟ بيوصلنا انه الفكر او فكر المناشط الرياضي. دكتور عادل مكي عميد الكليه كان ليه تجربه رائده، ان هو يعني صمم بعض المناشط الرياضيه وتفضل بعرضها على السيد رئيس الجامعه والسيد محافظ اسوان، وبالفعل يعني في اجراءات دلوقتي ان هو يتم الموافقه عليها، واكثر من نشاط يعني، وقريب جدا هتلاقي في حاجات يعني على الكورنيش الجديد وعلى وعند المحافظة
وقدام شويه كده ورا يعني عند الاذاعه والتلفزيون في اكتر من مكان هيتم فيه. فجاه كده هتلاقوا يعني في بعض المناشط ظهرت، لانه فعلا الدكتور عادل ليه تجربه رائده في الكلام ده، لان هو كان يعني واخد الدكتوراه بتاعته من بره، ويعني عنده شغل يعني وعنده فكر دولي، فهو حاول وبيحاول بصراحه بيطبقه. واحنا حتى كان لسه من اسبوع كان عندنا نشاط كبير جدا عملناه على ضفاف النيل، بطولة النيل للسباحة المفتوحة. كان عندنا منتخب مصر ومنتخب أفريقيا وحوالي أكتر من 20 نادي، وحضر محافظ أسوان وحضر رئيس الجامعة وحضر رئيس اللجنة الأولمبية ونائب رئيس اللجنة الأولمبية. الكلام ده اتعمل الأسبوع اللي فات طبعا تحت إشراف الدكتور عادل مكي، لأن هو اللي كان المنظم والمنفذ لهذا الحدث الكبير. وبصراحة فرق معانا كجامعة يعني، وفرق معانا ككلية، وفرق حتى مع محافظة أسوان، لأنه خلاص يعني تم إقرار إنه هيبقى سباق دولي وهيتعمل في محافظة أسوان. كان ممتاز. متوقف بقاله 50 سنة أو 40 سنة، وإحنا فتحنا الباب تاني، والناس لما جت طبعا وشافت الشغل العالي اللي معمول. طبعا سعادة المحافظ يعني عامل شغل أكثر من رائع بصراحة، وكان بيوفر كل الإمكانيات، والمهندس رئيس جهاز أسوان الجديدة وفر برضو لنا إمكانيات كبيرة جدا، وعملنا حفلة يعني عالمية اتعملت على المسرح الروماني، وكان بصراحة حاجة يعني فخر لمحافظة أسوان، مش هقول بقى لجامعة أسوان، فخر لمحافظة أسوان. وعلى أسرها يتقرر إنه سباق النيل ده، بدل ما احنا هنجيب بقى أبطال مصر وأبطال أفريقيا، لا هنجيب أبطال العالم كلهم، وهيتعمل عندك هنا في أسوان كل سنة، وطبعا ده هيبقى حاجة مميزة جدا 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 يعني. أعزائي المشاهدين، بتمنى حلقتنا تكون نالت رضاكم، حتى نلتقيكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. لكم تحيات فريق العمل، وهذه تحياتي، شكرا لكم وإلى اللقاء.